عائلات شهداء الثورة وجرحاها رفضوا تسييس قضية ذويهم وقاموا بطرد عناصر منتمية لرابطة حماية الثورة. معركة الأمعاء الخاوية اختارها أهالي الشهداء للاحتجاج على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية مطالبين بالقصاص من قتلة أبنائهم. الآن احنا الحكم اللي حكموه مسايبينهم، كلهم مسايبينهم، اللي قاتلين مسايبينهم، احنا الحكم عجبني الجملة هذه نتاعهم، نحبوا الحق القصاص، نحبوا هذاك باش نبردوا. مازلنا مطولين الحكاية هذه، مازالت طاولة، مازلنا واقفين، الاحتجاجات ديما مازالت موجودة هذه. ولادنا ماتوا من جديد واحنا دخل علينا اليوم دفنا ولادنا، فهمتني؟ ما شفنا شيء، ما رينا شيء، بحكم ظلمنا برشا وقهرنا برشا وطيح من قيمة الشهداء ودم الشهداء. يعملونا في حربوشة، والحربوشة ما عادش، ما عادناش نستنسوا بها الحربوشة، سيء، طب مش نعملوا على رواحنا، بالرسمي مش نعملوا على رواحنا، شادين الشارع، ليل ونهار هاملين على أولاد وعايشين على السكر والماء، لا ما نسكتوش. ماناشنا ساكتين على دم ولادنا، ما يمشيش هباوي دم ولادنا. هيئة الدفاع أكدت أن سياسة الإفلات من العقاب ولت وانتهت، مؤكدة أن تدويل قضية الشهداء والجرحى ستكون آخر مرحلة يلجأ لها القائمون على الملف. الشعب التونسي مع ملف الثورة التونسية ومع دماء شهداء، وهو يرسل رسالة إلى الجميع سواء كانت أحزاب أو قضاء أنه لن يتخلى عن دم شعبه ولن يتخلى عن دماء شهداء، ولا مجال للإفلات من العقاب. هذه الرسالة وهذا اليوم هو يوم مساندة، يوم رمزي، وتتكون تحركات عديدة داخل الجمهورية. نحن ما زلنا الآن أمام القضاء الوطني ونحترم القضاء الوطني، ولكن يبقى التدويل هي مسألة الحصن الأخير حينما تسقط جميع الأقنعة ويتبين أن القضاء هو لن ينصف عائلات الشهداء وجرحى الثورة. لكن الآن إلى حد الآن نحن نحترم مؤسساتنا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. الشهيد واجب، حق الجريح واجب، تسييس خالد مكروه.